يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء بعض الناس اللهم إنا بنبيك نتوسل؟ هذا لا يجوز، هذا دعاء لا يجوز. توسل في الدعاء بالنبي في الدعاء لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، إنما يدعو الله مباشرة بدون أنه يتوسل بالنبي. نعم، لو قال باتباعي لنبيك هذا عمل، الإنسان يتوسل بعمله، اتباعي ومحبتي لنبيك هذا لا بأس، لأن هذا توسل بالعمل، أما التوسل بذات النبي هذا أمر لا يجوز. نعم.